الحقوق الاجتماعية حق الانتقال والحركة بالنسبة للمرأة. وأول سؤال، الأصل في خروج المرأة من بيتها ما هو؟ هل هو الإباحة إلا أن يكون خروجا غير مناسب، أو الأصل الحظر إلا أن تكون هناك حاجة؟ بالنسبة لحرية التنقل حق من حقوق البشر عموما، رجالهم ونسائهم، رجالهم ونسائهم، فقد آتاهم الله هذه الأرض وأمرهم أن يسيروا في مناكبها وأن يبتغوا من فضله، فأصل خروجها مشروع، لأن الله قال فامشوا في مناكبها، وهذا خطاب للرجال والنساء جميعا، فأصل الخروج مشروع إلا ما قيده الشرع. أما أمهات المؤمنين فلهن خصوصية في هذا الباب، فلذلك خاطبهن الله بقوله وقرن في بيوتكم، خاص بهن، هذا خطاب لأمهات المؤمنين، مع أنه كنا يخرجن، نعم كنا يخرجن في الأمور، لا ليس المقصود قرن في بيوتكن بمعنى الاستقرار الدائم، بل المقصود هذه ثم الفرش كما قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فالأفضل لا يخرجن لعبادة ولا ما يقتضي السفر من العبادات كالحج والعمرة بعد ذلك، لكن مع ذلك كان بعضهن يسافر. أما سودة فقد لزمت فراشها بعد أن سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تخرج إلى حج ولا إلى عمرة، ولم تخرج من حجرة، مع عائشة خرجت وكانت تزور المقابر، نعم. لا هو المقصود السفر أصلا، ليس مجرد خروج في البيت في داخل المدينة، هذا أمر طبيعي للإنسان، الإنسان ليس محبوسا، لا هناك من يحتج به على أن لا تخرج إلا لحاجة، حتى مثلا لضرورة شراء شيء من سوق أو لضرورة زيارة والدين، وعد ذلك لا، هو الإنسان العاقل لا يخرج إلا لحاجة أصلا، لا لما الحاجة التي هي تكاد تكون لا الضرورة لا، يعني مثلا يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحوائجكنا، فقيد الخروج بالحاجة، لا لكن بالنسبة لهذا لمن الخطاب؟ هذا لأمهات المؤمنين، لأمهات لعائشة رضي الله عنها، نعم لأمهات المؤمنين وليس لكل النساء. طيب حديث بيوتهن خير لهن، هذا في الصلاة وبينه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، نعم هو حديث لا تمنع نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، لكن ما يكون عاما، لا لا بل صلاتهن في صلاة المرأة في بيتها، حديث طيب أم حميد الساعدية، نعم واضح جدا في هذا. طيب حديث الترمذي المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، مجرد خروجها معناها؟ بالنسبة للحديث بذاته أوله لم يصح بشواهده، المرأة عورة، وآخره صح، هو أن الشيطان يستشرف المرأة عند خروجها، فقد صح ذلك، لكنه لا يقتضي منعها من الخروج من بيتها، إنما يقتضي التنبيه على إنما يقتضي التنبيه على أنها إذا خرجت لابد أن تخرج بالآداب الشرعية، وهي أن تكون متسترة غير متزينة ولا متعطرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن إذا خرجن تفيلات ومنا تفيلات غير متعطرات ولا متزينات، وقال أيما امرأة مس الطيبة فلا تشهد أن معنا العشاء الآخرة، وقال لا يحققن الطرق وليطهن من وراء الرجال، وقال أيما امرأة قال إذا تعطرت المرأة فخرجت من بيتها فهي زانية، فهذه هي الضوابط الشرعية والقيود، فإذن لها الخروج بهذه الالتزامات، نعم بهذه الالتزامات. طيب سؤال يفرع على هذا، إذا قلنا أن لها حق الخروج في الأصل، فهل خروجها من بيتها مقيد بإذن وليها زوجا أو أبا، بحيث إذا لم يأذن لها لا يجوز لها أن تتحرك؟ لا هذا تحريش، وهو السجن يكون الإذن ليس لها بل لزوجها أو لوليها، هذا غير صحيح، لأنه مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، نعم فقيد بإذنهن، يعني لا لكن هذا إلى المسجد، لأن المسجد بالأخص في الليل، لكن في النهار لم يقل ذلك. طيب وهذا إلى المسجد حديث، فإنهن يعني النووي يقول استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه في الليل، توجه الأمر إلى الأزواج بالإذن في الليل. طيب لا يمكن أن يستدل به على النهار، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قيد بالليل، نعم. هذا يقوله النووي، يقول وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله إلا ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها وعيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. لا بالنسبة منعها من زيارة الوالدين وحضور جنازتهما وعيادتهما يذكره كثير من الفقهاء، لكنه قطعا مخالف للإمساك بالمعروف، فالله شرط الإمساك بالمعروف، قال إمساك بالمعروف وتسريح بالإحسان، فالإمساك بالمعروف يقتضي ألا تقطعها من أهلها من والديها، ألا تمنعها برا، ليس له أن يفعل ذلك، نعم. طيب فهذا هذا هذه هي القاعدة، قاعدة تعامل الزوج مع زوجته إمساك بالمعروف وتسريح بالإحسان، فالإمساك لا بد أن يكون بالمعروف. وحديث فإنهن عوان عندكم، والعوان فإنهن عوان لديكم، والعوان العواني لا يتحرك إلا بإذن آسره، لا ليس المقصود كذلك، بل المقصود أن الوصية لإحسان التعامل، فالأسير أمر الله بالإحسان إليه حتى لو كان كافرا، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما أسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فكذلك النساء عوان لديكم
أي في البيوت لا هي مقصورة على زوجها، لا يمكن أن تتزوج غيره ولا أن تخالط غيره من الرجال. هذا معنى الأسر. هذا معنى الأسر. في أنها مقصورة عليه. عند الطيالسي في مسنده حديث عن ابن عمر فيه: وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع. قيل: وإن كان ظالما؟ قال: وإن كان ظالما. ما أظنه يصح، لأن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن الملائكة هو لمن امتنعت من الفراش. نعم. إذا دعا الرجل امرأته. والألباني كان يقول فيه ليث بن أبي سليم أو سليم. نعم، ليث بن أبي سليم الضعيف. نعم. لكن المهم أن اللعن وكذلك سخط من فوق السماء ما في السماء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين. نعم، في شأن الفراش. طيب، سنأتي لحق الفراش. طيب، بعضهم يقول أن المباح إذا صار ذريعة لمحذور أصبح حراما، وخروج المرأة دائما أذكر لك وجه السنة، هذه قاعدة غير صحيحة. وخروج المرأة في هذا الزمان بالذات من بيتها بغير إذن زوجها يفضي إلى كثير من المفاسد، إذن ينبغي أن يحرم وأن يمنع. بالنسبة لهذه القاعدة، أولا الاستدلال بتعميمها غير صحيح. طيب، فليس كل ذريعة يجب سدها. فلو كان كذلك لحرمت زراعة الخمر وحرمت صناعة العصير وحرمت حرم تجاور البيوت لأنه ذريعة للاختلاط، وحرم إقامة الأسواق لأنها ذريعة لحصول هذا الاختلاط، وحرم إقامة النشاطات الإعلامية التي يراها. نعم. فالذرائع إنما يسد منها ما سده الشرع، وكذلك ما كانت مفسدته أكبر بكثير من المضرة، ومن النادر أن يوجد شيء خالي من المفسدة. نعم. فلذلك لا بد من الموازنة، فتوجد بعض المفاسد وتوجد بعض المصالح، حتى بعض المحرمات فيها مصالح ومفاسد. الله تعالى يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فإنما حرم الخمر والميسر من أن من جهة كون المفسدة التي فيهما أغلب وأقوى. لكن شيخنا، المشكلة الحقيقة هي في أقوال بعض الفقهاء، يعني تشعر أن فيها تشديدا في بعض الأمور. يعني شيخ الإسلام يقول: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزا عاصية لله ورسوله مستحقة للعقوبة. ابن قدامة يقول: قال أحمد: في امرأة لها زوج وأم مريضة، طاعة زوجها أوجب عليه من أمها إلا أن عليها من لها. أمها. نعم، إلا أن يأذن لها، ولأن طاعة الزوج واجبة فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب، ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه. وتجد كثيرا في نعم هذا كله مقيد إذا كان الخروج وها يغضبه. هذا المقصود بإذنه. وإذا كان يغضبه بغير سبب، إذا كان لا إذا كان خروجها يغضبه، مثلا له حاجة إليها أو لها عمل في بيتها أو لها حضانة لمن تجب عليها حضانته من الصغار أو فعطل ذلك، أو حتى حفظ بعض المال أو الأمور التي في البيت. فإذا عطلت هذه المصالح التي هي من حقوق الزوج هي قطعا من أولى أولوياتها، فهي مقدمة على غيرها. وما عدا ذلك معنى لو كان يغضب من خروجها مجرد الخروج من غير أي يريد أن يحبسها، ليس له ذلك، ليست محبوسة ولا مسجونة. هذا التقسيم وجدته لبعض ما أسألكم عن رأيكم فيه. يقول: صور الخروج والإذن، أن تكون هناك ضرورة فتقدر بقدرها، أن تكون هناك شروط متفق عليها بينهما في الخروج والدخول فيعمل بها بحسب ما التزما به، أن يأذن لها إذن مطلقا فتخرج حينئذ متى ما عرضت لها الحاجة للخروج، أن يمنعها منعا مطلقا فتمتنع ولا تتحرك، ألا أن يسكت لا يأذن لها ولا يمنعها فحينئذ يرجع الأمر إلى العرف. هل مثل هذا الخروج معتاد أو لا؟ بالنسبة للصور صحيحة، إلا صورة يمنعها منعا مطلقا فهذا غير ممكن، ليس من حقه. طيب، إذا ليس له أن يمنعها من الخروج بغير مبرر. لا. طيب، بالنسبة للسفر، هل هو له ذات الاعتبار في إذن الزوج أو أمره أشد؟ بالنسبة للسفر، إذا كان يوما وليلة فأكثر لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب، سواء كان زوجا أو غيره. والسفر الذي يعطل مصالح الزوج أو يمنعه من الاستمتاع بها ونحو ذلك يحرم عليها إلا بإذنه. هذا بالنسبة لمسافة السفر، لكن لو وجدت محرما فهل لها أن تسافر معه بغير إذن زوجها؟ إذا كان السفر قريبا لا يصل إلى لا يعطل شيئا من مصالح زوجها ولا يمنعه حق الاستمتاع. مثلا إذا كانت ستذهب معه من الجدة إلى مكة ثم ترجع. نعم. مباشرة ليس له أن يمنعها من هذا. نعم. طيب، وهو لا يحتاج إليها في ذلك الوقت، مثلا هي تخرج في النهار وهو في العمل في الصوم أو في العمل وتقضي حاجة وترجع.